ارفعوا شوي. 2 3 تيست تيست تيست. خلص هون تمام. سعد احكي لك كلمة معهم مشان ما يصمدوا لنا وجهنا. ماشي يعطيكم العافية يا وادم. طبعا انتوا اعلاميين صحفيين مرموقين، اكيد اهلا وسهلا فيكم. يعني هلا هذا الوفد نحن ما بدنا نتقل عليه بالاسئلة، يعني كل واحد سؤال سؤال سؤالين مو اكثر. ماشي ابو سعد، بدي استشيرك باول سؤال محضر. شو اول سؤال محضر؟ اول سؤال عندي اساله. لا ما انا جيت بالاول. انت شو جاي تاخذ خبز؟ انا محضر اول سؤال وباخذه. لا معلش يا حبيبي زمان يا عمري خلص. يا ميت اهلا وسهلا فيك. انا مستعدة، تفضلوا. شكرا سيدتي. اكيد حضرتكم شهدتوا التفجيرات اللي حصلت بلبنان. يا الله يكون بعونهم. واضح انه حضرتك متأثرة كتير. برأيك مين وراء هذه التفجيرات اللي عم تستهدف مناطق واماكن سكنية؟ ومن يكون غيرهم؟ ما قلت لك. طيب شو مصلحتهم من هاي التفجيرات؟ نصف الديمقراطية طبعا. ما قلت لك. طيب ما بتعتقدي حضرتك انه التفجيرات اللي عم بتصير هي عم تدفع الناس لتطلب قوة دولية؟ هذا الكلام سابق لأوانه، ولكننا نستنكر هذا. تجويع وتركيع وتقريع وتركيع الشعب اللبناني. ما قلت لك. طيب مثلا عفوا برأيك يعني هذه التفجيرات لوين ممكن توصل البلد؟ ستوصله إلى ما يريده الشعب اللبناني من استقلال وحرية وسيادة. ما قلت لك. طيب يعني هذه التفجيرات كيف ممكن توصل البلد للسيادة والحرية والاستقلال؟ نحن نعرف أن وراء كل عبوة انفجار هناك عبوة صمود واستنكار سيفجرها شعب اللبناني في وجه الاستعمار. ما قلت لك. عفوا مثل. طيب حضرتكم شو جايين تعملوا بلبنان ويعني انتوا اجانب؟ يا اوكي او نو اكسكيوز مي يس يا اوكي بس تعرف ابو السعد هيدي الندوة بدي حتى خبر اول. وان شاء الله انت مصدق كل شيء بيحكوه هدول. طبعا اولا هي جاي من عقر الديمقراطية، بعدين عمالي تحكي بثقة كبيرة وعالية وقالت رح توقف كل الانفجارات. اوكي مدام. تخلى عن نصفي إلى وتقطع جسدي نصف عيني وسأمنع نصفي عن نصفي. هل يكفي هذا؟ إلى يكفي. وسأمنع حزني ودموعي ودماء شعوبي من الصرف وحواسي الخمسة أحبسها في ضمير مستتر مخفي. هل يكفي هذا؟ إلى يكفي. إلى يكفي. سأصادر ذاكرة القهر أجعلها تاريخا منفي وسأشكر من صادر أرضي أشكركم لن أرمش طرفي. هل يكفي هذا؟ يا روحي لا يكفي. يا عيني لا يكفي. يا خيي لا يكفي. يا مستر لا يكفي.